أنا سيف نوراي، مصمم عبايات محلات حبايب، وطبعا أورنر المحل. عباياتنا تكون ملمسه نستخدم القماش إيطالي وفرنسي وسويسري، دانتلات السويسرية والفرنسية. وطبعا عباية لازم تكون لون الأسود، بس نحن غيرناهم شوية تكون ملمسه طريقة ألوان غير وتشكيلة غير وألوان يحبون. حاليا نحن عباية أكثر من الفاشن، لأننا نعرف نقدر نغير المود العباية موليا، بتكون ألوان غير، ألوان غير، شكله غير، شو يحبون البناء، شو الحريم، مش خاص للدول الخليج، ممكن يلبسون بالأفريقيا، بالآسيا، بكل مكان. مش الحين صار مودة زي الملابس زي الماركات العالمية. فروع عندنا نحن فروعنا بدبي مول والغرير ومارينا مول أبو ظبي، عندنا مال ومصنع كمان تكون بدبي.